أيها السيدات والسادة، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الانتفاضة العربية. نسلطها اليوم في أول نصف ساعة أو أول 25 دقيقة لمناشدات حول معتقلين ليبيين موجودون في السجون العراقية، وسنتصل بذويهم وأهاليهم لأنهم أعلنوا الإضراب عن الطعام، أعلنوا أو ذوهم أعلن عن إضراب عن الطعام بسبب مصيرهم. في بعض منهم مصيره مجهول، البعض الآخر لا يعرف أين هو وبأي سجن موجود. معلوم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 برزت هذه القضية بشكل أساس لمفقودين في السجون العراقية وهم عرب، سواء كانوا من ليبيا أو من تونس أو من سوريا أو من غيرها من تلك البلدان لأسباب شتى. طبعا أهل المعتقلين في ليبيا سنتناولهم وسنأخذهم من ليبيا، وهم شقيق السجين صلاح صداقة وهو في سجن سوسة في كردستان العراق، جلال الغيثي وهو شقيق محمد الغيثي الموجود في سجن التاجي في العراق، وفتحي الشعلالي شقيق سجين عادل الشعلالي الموجود في سجن الناصرية في العراق. الناصرية كما هو معروف تبعد حوالي 400 كيلومتر عن بغداد جنوبا. عبد السلام محمد شقيق السجين عبد الحميد محمد الموجود في سجن الناصرية أيضا. أم الدكتور علاء الشيباني، آخر الأخبار عنه كانت في العام 2009، كان في سجن النسور ببغداد وبعدها انقطعت أخباره. عبد السلام محمد وهو شقيق عبد الحميد محمد في سجن الناصرية، معروف بأنه المعتقلين في السجون العراقية يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جدا نظرا للحالة التي وصل إليها العراق. في هناك أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت في بعض السجون العراقية بعد الاحتلال مثل سجن أبو غريب وغيرها من السجون، لكن هذه القضية قضية إنسانية نريد أن نسلط الضوء عليها لكي نجبر بخواطر عوائل هؤلاء المعتقلين الذين اعتقلوا في العراق ولما يزالوا في السجون، ويريد ذووهم الليبيون أن يعرفوا مصيرهم، أين هم، ماذا يفعلون، ماذا يأكلون، ماذا يشربون، كيف هي وضعهم، هل هم على قيد الحياة، هل ماتوا، هل عذبوا، هل أطلق سراحهم. لا أحد يعرف عنهم شيئا فيما يتعلق بهذه النقطة لأن هذا الموضوع هو موضوع إنساني. معنا أم الدكتور علاء الشيباني وهو آخر أخبار عنه في 2009. مساء الخير سيدة أم علاء. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا اختي. نحن بدك تحكي لنا عن قصه ابنك الدكتور علاء شيباني الذي احتجز في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا والدة الدكتور علاء شيباني. طلع من للعراق من 2005 4/8/2005 على اساس انه مجاهد و شلات النخوة، شلات الغيرية، شلات الدين الإسلامي، إنه يدافع على أصحابه، على أحبابه، على العرب أخوته. احتقل في العراق من 2005 ما عادش سمعنا عليه حاجة. طيب يا ست أم علاء، يعني هو من المتطوعين العرب الذين ذهبوا للعراق؟ متطوعين دكتور، هو على اساس والله ما هو ارهابي ولا يعرف قيمه حتى الارهاب ما يعرفه ولا عارف نوع الارهاب شنو هو، لكن شلاته النغريه وشلاته الحميه الاسلاميه الدينيه، شلاته الاخوه باي لا اله الا الله. شنو نقول لك، احتقنوه في العراق. طيب. على اساس انه ارهابي، هو والله بعيد كل البعد على الارهاب. على الارهاب. طيب متى هو بالضبط متى اعتقل علاء؟ نعم، متى اعتقل بالضبط هو؟ اعتقل من طلعت ما عادش سمعنا عليه حاجه، اي ما فيش اي اخبار عليه. يعني ما تواصل معكم نهائيا ولا ولم تتواصلوا معه؟
ولا أبداً. تواصل ولا تليفون ولا خبر، ولا من أول ما طلع من 2005 ما سمعناش عليه حاجة. ولا تعرفون أنه على قيد الحياة ولا هو على غير قيد الحياة؟ لا لا لا، من طلع ما سمعناش عليه أي حاجة. احنا نطالب من السلطات العراقية أنهم يساعدونا، الله يربحهم يساعدونا، هذوم عيالنا رانا خلاص خلاص فتينا من احنا نستنى، ونحن نراجو نطالب في المنظمات الدولية، ونطالب في حكومتنا الليبية، ونحن نطالب أهم حاجة أنهم يكونوا محافظين عليهم، حتى إذا كان هم حيين يحافظوا عليهم من التعذيب من الضارب. نحن أمهات خلاص. الحكومة الأولى ما قدرناش نتكلموا، ما قدرناش نناقشوهم، ما قدرناش نقولوا حتى هذوم عيالنا. طيب الآن لو سمحتي لي يا حجة، لو سمحتي لي، أنتم سافرتم للعراق سألتم عنه ولا لا؟ ما سألناش، ما قدرناش نسأله. مسكر علينا الطاغي هذا، مسكر علينا، ما نقدرش. إذا كان نحن عيالنا حرموهم من الجامعات، حرموهم من الكليات، يجونا هنا في الليل ويزقوا علينا من فوق، يتفتشوا في الحشان، ويتفتشوا في الديار، البنات يتفتشوا في ديارنا، يبي ياخذوا حاجة، شو الحاجة اللي ياخذوا فيها؟ شو يبوا منا مش معروف. ولدنا طلع على أساس إنه مجاهد. أنا نطالب في ما نبي شيء، لما نطالب في السلطات العراقية ونطالب في السلطات الليبية، هذوما يساعدونا. نحن ما قدرناش نتكلموا في الطاغي، أيام الطاغي ما قدرناش نتكلموا، وتوا نحن خلاص خذينا حريتنا، ونبوا نعرفوا عيالنا وين. هل هم حيين؟ هل هم ميتين؟ نحن أنا يوم اللي نحط راسي على المخدة نقول أنا ولدي يا ساتر يا ربي، هل هو حي؟ هل هو ميت؟ هل هو تحت الوطاء، فوق الوطاء، جيعان؟ ما عرفناش. يا ريتكم تربوا لنا قلوبنا. طيب يا ريتكم تريحونا. حجي علاء الشيباني، كم عمره الدكتور ابنك؟ كم عمره؟ أولدي من 82 عدى، وتو تقريبا سكر 80. شاب يعني؟ شاب. شاب صغير. 82 من مواليد 82. اي نعم. طيب شكرا لك يا ام الدكتور علاء الشيباني. والله يا ريت تشوف الموضوع حضاهي. شنو يطالبوا الحكومة العراقية؟ شنو الطالب؟ مستعدين نحن نبيعوا اللي قدامنا واللي ورانا، اللي في بيننا. طيب انت اللي ابوها هم حاضر، بس يا ريتهم عويلتنا. هذا وليدي، هذا بكري فرحانة بيه. طيب. متخرج دكتور. بندير حفلة التخرج. طيب فرحانة بنجاح، انا بندير حفلة التخرج، نلقاه قاعد في سجون العراق، هو على اساس انه ماشي يعاون يكافح ويجاهد مع اصحاب مع احبابه. معقولة هكذا؟ نحن يا شعب العرب نتحملوها في بعضنا يا العرب؟ اذا كان الاجانب ما تحملوش، يوم اللي جانا الرتل من طرابلس امريكا وفرنسا جت صبت هنا عشان ما تبش الدم يسيل، ما تبش الضحايا. نحن في بعضنا معقولة هكذا؟ هي وين الإسلام؟ وين الدين؟ طيب أم الدكتور علاء الشيباني، أم الدكتور علاء الشيباني في صرخة يعني مؤثرة، تطالب السلطات العراقية وحكومة المالكي وأيضا الحكومة الليبية، أنه كونه الدكتور علاء الشيباني شاب صغير يعني من مواليد 1982 ذهب للعراق ب 2005 مثل هالشباب اللي راحوا في تلك الفترة وما بعد 2003، منذ 2005 حتى 2012 لا تعلم عنه شيئا على الإطلاق، انقطعت أخباره نهائيا، لا تعلم هو حي هو ميت، هو لا تعلم عنه شيء. فلذلك هذه الأم المكلومة ثكلة تريد وتطلب من السلطات الليبية أولا والعراقية أولا أيضا بإطلاق سراح ابنه ومعرفة مصيره. يعني من حقها أن تنام وهي مرتاحة، كل يوم تضع رأسها على الوسادة وتفكر في ابنها وفلذة كبدها. هذا اسم الدكتور علاء الشيباني، لمن يسمعنا، لمن هو على تواصل مع الحكومة العراقية، لمن هو على تواصل من الحكومة الليبية، أن تطلق سراح أو تكشف عن مصير الدكتور علاء الشيباني. الآن نأتي إلى دكتور أو واحد آخر اسمه عبد الحميد محمد، أيضا ليبي وهو في سجن الناصرية. معنا أخاه أو شقيقه اسمه عبد السلام محمد. مساء الخير يا عبد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما قصة أخيك يا محمد يا عبد السلام؟
أولا أخي حياكم الله وحيا الله هذه القناة التي أعطت لفتة بسيطة لهذا الملف المفقود الذي طالما عانينا منذ زمن لكي يطفو على السطح ولكي يقوموا بالبحث عن هؤلاء الشباب الذين ذهبوا لمساعدة إخوانهم في أهل العراق عندما دخل أهل الصليب هناك. وكما عايشنا في زمن وحقبة القذافي هذا الطاغوت الذي طالما عذبنا وطالما أبعدنا عن هذا الملف، وعندما تخلصنا من هذا الطاغية عدنا ليطفو هذا الملف إلى السطح ولكي نبحث عن أبنائنا الذين ذهبوا، منهم من لديه أطفال ومنهم من لديه أمهات ومنهم من لديه زوجات، هم كلهم جميعا في السياق إلى رؤية هؤلاء الأبناء. عندما ذهب أبناؤنا لم يذهبوا إلى زعزعة من هناك، وإنما ذهبوا لكي يساندوا أخوانهم أهل الإسلام أهل العراق أهل العلم وأهل النشامة بلاد العلم التي كانت تضج وتطلب من الناس أن يقفوا لجانبها. وقف إليها هؤلاء الأبناء عندما كانوا يتابعون القناة الفضائية، وقفوا يا أخي وشافوا هول ما يعانونه في تلك البلاد، ذهبوا لدواعي الإنسانية، منهم من هو طبيب ومنهم من هو صيدلاني، منهم من حمل أموال لكي يساعد إخوانه، وهؤلاء الشيوخ وهؤلاء النساء ذهبوا هناك للمساندة، لم يذهبوا لزعزعة الأمن ولم يذهبوا لزعزعة تلك. يعني يا عبد السلام، يعني مثله مثل الشباب الحامي يعني الذي رأى بلدا عربيا يحتل من قبل يعني قوات أجنبية وذهب هناك ليساعد العراقيين في يعني مقاومته أو دحره. لكن أنا أريد أن أسألك سؤال، متى آخر مرة أو متى ذهب أو أخوك للعراق بالضبط؟ والله يا أخي له عدة سنوات، ذهب منذ حوالي 2005 هناك بين الغزو الصليبي للعراق في بعض السنوات، بعض السنة الأولى أو السنة الثانية. طيب متى كان آخر اتصال لك به؟ متى كان آخر اتصال لك به؟ منذ مدة لم يتصل بنا، منذ حوالي سنتين أو ثلاث لم يتصل بنا. مع العلم أننا نسمع أن هناك اتصالات ولكن لم يتصل بنا. فنحن طالب المجلس الوطني الاستقلالي أن يتقي الله عز وجل وأن يعطي هؤلاء الشباب نفسه. إذا هو يلتفت إلى قضايا المسلمين في كل دولة والآن في سوريا يلتفت إليهم، فلماذا لا يلتفت وهم كذلك أبناؤنا؟ يكافت إليهم لمساندتهم وللذب عنهم وعودتهم إلى بلادهم. طيب أنت كيف عرفت أنه بسجن الناصرية أخي عبد السلام؟ كيف عرفت بأنه بسجن الناصرية؟ نعم يا أخي، هو من أين لك بالمعلومات أنه في سجن الناصرية؟ نحن سمعنا أن هناك من إحدى المؤسسات حقوق الإنسان أنه موجود هناك في ذلك السجن، ولكن لم يأتي إلينا منه لا رسالة ولا يأتي لنا إليه منه شيء. كم عمره وماذا يعمل أخاك يا عبد السلام؟ هو طبعا طالب في كلية الطب الصحة العامة، قسم الصحة العامة، وهو طالب في كلية الطب ومن مواليد 1984. 1984. نعم يا أخي. طيب الآن أنت عبد السلام محمد شقيق عبد الحميد محمد الموجود في كما قالت منظمات إنسانية لكم بأنه موجود في سجن الناصرية في أقصى جنوب العراق بعد بغداد 400 كيلومتر في هذه المنطقة. الآن من تطالب بالبداية؟ تطالب السلطات العراقية أولا ولا المجلس الانتقالي عندكم ثانيا؟ أولا يا أخي نطالب الله عز وجل أن يفرج عن هؤلاء الشباب وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، ثم نطلب من المجلس الوطني الانتقالي أن يلتفت إلى هؤلاء الشباب وأن يعلم أن كان ويعلم أن لو أن أحد من هؤلاء الشباب كأحد أبناء المسؤولين في المجلس الانتقالي، تخيل لو أن أحد الأعضاء في المجلس الانتقالي لديه ابن هناك، هل يلتفت إليه أم يدعه وشأنه؟ لا بد أنه سوف يلتفت إليه وأنه سوف يدفع الغالي والرخيص بسبب إهانة هذا الابن إليه. فذاك نحن نطالب، نحن أهالي هؤلاء الشباب سواء المفقودين أو الذين لديهم أبنائهم هناك في السجون، نطالب هؤلاء المجلس الانتقالي أن يلتفتوا، وخصوصا مصطفى عبد الجليل أخي مصطفى عبد الجليل والمانع أن يلتفتوا إلى هؤلاء الشباب. طيب شكرا، وصلت مناشدتك لعبد السلام محمد. وصلت أخي الكريم عبد السلام محمد شقيق عبد الحميد محمد
في سجن الناصرية. عبد الحميد محمد موجود الآن في سجن الناصرية أو أحد السجون العراقية، وهو طبيب يعني مواليد 1984 ذهب 2005، يعني كان ما زال بالسنة الثانية طب أو الثالثة طب. لذلك يناشد ذووه المجلس الانتقالي الليبي والسلطات العراقية أن تكشف عن مصيره، هل هو طيب ولا ميت ولا شو قصته. يعني هو في أحد السجون العراقية، يناشدون أيضا السلطات العراقية أن تطلق سراحه. المعتقل رقم 3 سجين عادل الشعلالي الموجود في سجن أيضا الناصرية، معنا أخاه من ليبيا فتحي شعلالي. مساء الخير يا فتحي. شو حالك؟ الله يخليك. ما قصة عادل؟ والله عادل يا سيدي هو طلعوا زمان أيام قصة العراق هذه معروفة وواضحة، فهمت؟ نعم. مش هو قصة الأمريكان ولا نيو. طب غادي ما قعدش فترة معينة 14 يوم ولا 15 يوم ومسكوه، ما جناش العلم نحن الأخير من حقوق الإنسان على الصليب الأحمر، نزلنا رسالة. طيب هو ذهب 2003 ولا 2005 على العراق؟ 2003 له 7 سنوات توه، قريب في 2003 هكي في 2005 معناتها ذهب 2005. الله يفتح عليك 2005 تيلي في شهر. ماذا يعمل عادل يا ماذا يعمل أخوك؟ عادل في الجهاز في الميكانيكا، عرفت؟ ميكانيكي يعني. كم مواليده؟ نعم مواليد 74. مواليد 74. هل متزوج هو؟ لا والله أعزب. طيب عندما ذهب متى كان آخر اتصال بينك وبينه يا فتحي؟ والله هو قعد غاب وكلمنا بعدها، فهمت؟ قال راني مسجون. بعدها معجل الخبر إلا في رسالة من مكتب الصليب الأحمر. هذا متى كلمكم؟ يعني بعد 14 يوم من ذهابه؟ لا قعد شي سنتينك، ما عندناش بيه علم نحن. بعدها جاتنا رسالة من الصليب الأحمر وقالوا راه مسجون في العراق. طيب تواصلتم أنتم مع الحكومة العراقية؟ ذهبت إلى هناك؟ مرة سألت عنه؟ كلمنا بعدها معسكر بعد 6 شهور 7 شهور يكلم مرة يعطوا فيه يكلم مرة، فهمت؟ ومتى كان آخر اتصال بينك وبينه؟ آخر اتصال حوالي 15 يوم كهلبل. يعني هو تعرف أنا وعلى قيد الحياة وبخير يعني، لكن لا الحمد لله. لكن شنو نحن والله يرى عندنا حتى الوالدة تعبت لنا نكلمه وهو يعتبره الكبير، فهمت؟ الكبير الله سبحانه وتعالى. طيب وعندنا الوالدة تعبت وني ونحن نحن نطالب مجلس انتقالي انه يجيبهم، فهمت؟ يعجل بجيبهم لانه والله اما هذا تعبهم بكل ضغط وسكر ومعناه، فهمت؟ والانسان ما يصدق انه يقول اخوك حي، فهمت؟ طيب عندما كنت تكلمه لعادل يا فتحي نعم. هل هو محكوم بسجن مثلا 10 سنوات 15 سنة ولا ماذا؟ ولا ماذا قال لك؟ متى سيخرج؟ ما الذي قال له القاضي؟ ما الذي قالته الحكومة العراقية له؟ نحن كلمناه، عرفت؟ تم تحذين الوالدة ما بيش نساره لأن الوالدة مريضة، لما نقول له أنت بيش محكوم وني تسمع يا أصدقر. فنحن جاتنا ورقة نقوله محكوم بإعدام، واحد يقوله مؤبد، لكن الورقة يقوله إعدام. طيب الآن أخي جلال لو سمحت لي الآن، أنت هذه أتركك المجال لكي تخاطب من شئت، سواء كان بالحكومة العراقية أو القيادة العراقية وأيضا القيادة الليبية. والله نحن نطلب من مجلس انتقالي في ليبيا. ماذا تطلب منه؟ أكمل ماذا تطلب منه؟ نحن نطلب من مجلس انتقالي انهم وعدونا هم ان قالوا ان نحن ان شاء الله هنجيبوهم وهنخطب الحكومة العراقية، ولكن ما رناش شيء ملموس نحن، عرفت؟ ما رناش شيء حاجة ان بوادر انهم يجيبوهم، هم قالوا هنجيبوهم. طيب ونحن نطلب من مجلس انتقالي ان نجيبهم، كفانا دم وكفانا قتل وكفانا مين، احنا نبغى نتريح وتريح الشعوب كلها تريح. يعني وكان اسير يهودي او نصراني راه مفكينا له سنين، هذا المسلمين المفروض يفكوهم يعني، خلاص الامر. شكرا لك يا اخي جلال. بغض النظر عن الدين او العرق، هذا يعني بغض النظر هذا كلام، وكلهم سواسية المسلم واليهودي والمسيحي، لا فرق بينهم على الاطلاق. ناخذ جلال الغيثي وهو شقيق محمد الغيثي متواجد في سجن التاجي بالعراق. جلال مرحبا. السلام عليكم. سلام، ما قصة محمد يا جلال؟ الو اي جلال، ما قصة محمد يا جلال؟
والله احمد ماشي للعراق ناس اخوته العراقيين. يعني متطوع. نعم متطوع. اي اكمل. كم عمره؟ متى ذهب؟ شو اخر اتصال صار معه؟ تكلمتم ايضا مع حقوق انسان ولا حاجه؟ مواليد 1983 والخروج من ليبيا للعراق في 2005، وما عندي اي خبر الا عن طريق الصليب الاحمر بس. ماذا يعمل اخيك او اخاك؟ اعمال حره يعني تاجر هو. كم عمره؟ هو يعني مواليد 83 يعني 18 سنه يعني عمره. طيب القصد هو متزوج ولا لا؟ عنده اولاد؟ لا اعزب. لا اعزب اعزب. طيب الان الحكومه الليبيه، انت ذهبت الحكومه الليبيه لوزاره الداخليه لاحد سالتهم؟ والله اريد والله خطبنا الحكومه الليبيه والمجلس الانتقالي وهم يقولوا في مساعي خير ان شاء الله، ونحن ناشد اخرى الحكومه العراقيه يعني انها تطلق سراحهم يعني. يعني هؤلاء شباب اولا في السن صغار هم وماشيين يناصروا في اخوتهم العراقيين. طيب متى كان اخر اتصال بينك وبين اخيك؟ والله اخر اتصال ممكن يعني قبل قيام ثورتنا اللي في ليبيا هذه يعني، وهو عن طريق الصليب الاحمر يعني رساله. هو يا ريت في اتصال معه، هو على الاقل الوالده والوالد يتهنوا عليه بس. طيب ماشي. أشكرك جزيل الشكر يا جلال الغيثي، شقيق محمد الغيثي. إذا مشاهدي الكرام، هذه كان بودنا نأخذ اثنين لكن نحن نذيعهم بشكل أو بآخر الآن، ونطالب الحكومة ويطالب ذووهم الحكومة الليبية والحكومة العراقية أن تطلق سراحهم. هؤلاء شباب كلهم مواليد 84 و83 و86، يعني زهرة عمرهم راحت الآن. ذهبوا للعراق سنة 2005 يعني مثل الشباب اللي راحوا الآن، خلاص أمور العراق ماشية نحو التهدئة، يطلقوا سراحهم وكتر الله خيرهم. أحمد صداقة شقيق، عفوا السجين اسمه صلاح صداقة، موجود بسجن سوسة في كردستان العراق. واحد اسمه صلاح صداقة، سجن سوسة في كردستان العراق. محمد الغيثي موجود في سجن التاجي في العراق وهو ليبي. عادل الشعلالي موجود في سجن الناصرية في العراق وهو ليبي. عبد الحميد محمد موجود في سجن الناصرية في العراق وهو ليبي. أيضا لاحظتم أن أمه للدكتور علاء شيباني وهو مواليد 82 ذهب كمان مع يعني حمية الشباب للعراق. وأيضا عبد الحميد محمد في سجن الناصرية. هؤلاء 1 2 3 4 5 6 ست معتقلين ليبيين متواجدين بالسجون العراقية، يطالب ذوهم. وأيضا هؤلاء على فكرة مش فقط هؤلاء، لا، في عدد كبير من الليبيين متواجدين أيضا بالسجون العراقية. لذلك الآن الحكومة العراقية تبحث عنهم، تبعث لهم لأهلهم وتجبر بخواطر هالأمهات اللي ما عم يقدروا بيناموا الليل على فدة أكبادهم، وما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر. المهم بنروح لفاصل قصير ونعود إليكم، والذكرى السنوية الأولى للثورة السورية، أرجو أن تتفضلوا البقاء معنا.